بقى اللي حصل أكيد. لما قالوا لك او يعني كلموك، يعني ايه اللي جرى علشان تالف موسيقى الاختيار؟ جرت ازاي؟ يا نهار ابيض. هو الموضوع ابتدى في الاول ان انا كنت شغال مع دكتور بيتر ميمي في فيلم تاني خالص، فيلم موسى عظيم. والحمد لله توافقنا ساعتها. بيتر اصلا طبيب. برضه. شوف الارواح ايه تقدر تتناغم كده وتتالف مع بعضها. بالظبط. فهو كنا شغالين على الفيلم بتاع موسى ده، والحمد لله توافقنا يعني، والدنيا طلعت حلوه كده. بعدين في يوم من الايام لقيته بيكلمني يقول لي ايه رايك تدخل معايا مسلسل الاختيار. طبعا اول حاجه جت في دماغي ان هو اكيد لا، يعني اكيد حاجه بالحجم ده انت مش جاي تديها لي انا. كنت ساعتها يمكن 29 سنه او حاجه. بس فكلمنا وقال لي لا عايزك تعمل كذا وكذا كذا، وشرح لي الموضوع وبتاع، وحسيت ان هو طب والله ما انا اعرف اعمل اللي هو بيقوله لي، او يعني على الاقل اقدر اجرب اللي هو بيقوله لي. بس واتكلمنا واتفقنا واستقرنا ان احنا عايزين الموسيقى تمشي في الدايركشن الفلاني، وبس وبدانا نشتغل والحمد لله ماشي كويس. والمزيكا لاقت قبول كافي يعني ان هم لما جم يعملوا السيزون اللي بعده كلموني برده. صحيح صحيح. الحمد لله. صحيح.